أشكر شركائنا سواء بشخصي مديري الناحب العالي للسمع البصري والسينما، أشكر كذلك المعهد العالي للإعلام والاتصال. نحن اليوم في هذا اللقاء نتحدث عن مرحلة من تاريخنا العار المغربي الإفريقي، وكمكون من هذه الإفريقية التي نتحدث عنها اليوم، والتي لم تعد فقط إفريقيا القارة ولكنها إفريقيا الامتداد، وهذا الامتداد يستمر إلى أمريكا اللاتينية عبر العالم العربي والإسلامي والمعتقدات. وما للمغرب من مكانة في هذا الإرث الإفريقي، سواء على المستوى العقدي، على سواء الإسلام أو اليهودية أو العبرية، سواء على المستوى العرقي من خلال الهجرات التي تمت نحو أمريكا اللاتينية في مرحلة معينة من التاريخ، وكذلك الهجرات الحالية نحو العالم. وكما نعرف أن المغرب لعب دورا كبيرا في هذه القضايا في التعريف بها، وهو الآن يعتبر يعني من الرواد، بحيث أن إفريقيا اختارته في إطار الهجرة، هو يعني القائد في ملف الهجرة من خلال الأجندة الإفريقية للهجرة. كذلك أنه بمكانته في محاربة الإرهاب والدفاع عن العيش المشترك من خلال التكوين ديال الأئمة الأفارقة في المجال الإسلامي، إذن تلاحظون على أنه اليوم نحاول أن نذكر بشيء مع الأسف في مدارسنا ومناهجنا التربوية وعلى الصعيد العالمي، وسنفتح حوله أوراش، وهو مكانة المغرب في تحرر إفريقيا من خلال وثائق كما تلاحظون في هذا الشريط، وكذلك في مداخلات الأساتذة الذين استدعيناهم للتعليق على هذا الشريط، وهو بداية لورش نعتقد أن صناع الصورة وصناع الرأي وكذلك الأكاديميون والباحثون ومختلف المهتمين أن يكون لهم دور في تنظيم هذا الأرشيف، في النهوض به كأرشيف سمعي بصري. بالنسبة لهذا الشريط هذا كيرخ لواحد الحقبة تاريخية اللي هي بالنسبة لنا غنية كثيرة، وهي الدعم المغربي اللامشروط للحركة التحررية في أفريقيا ديال جنوب أفريقيا والموزمبيق وأنغولا وكذلك غينيا بيساو. هذه الحقبة التاريخية يعني إعلاميا ما تعطاتش لها الأهمية اللي كتستحق، ولكن الحمد لله الدعم المغربي مازال مستمر فيما يخص ما يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من دعم وتوجه إفريقي ناجح على الصعيد الإفريقي. فيما يخص هذا اليوم يعد يوما مهما وأساسيا، لأنه سيتم فيه عرض فيلم حول دعم المغرب للحركات التحرر الإفريقية، وضمنها جيراننا الذين يناصبون العداء في قضية وحدتنا الترابية، وكذلك جنوب إفريقيا، حيث سيتم الحديث في هذا الفيلم عن الدعم المغربي للجزائريين وكذلك للدول الإفريقية التي لم تكن قد تحررت بعد. وهكذا فسأقدم في هذه الجلسة محاضرة حول دور الإعلام فيما يخص بالتعريف بالقضايا الوطنية، خصوصا بالنسبة لشبابنا، باعتبار أن الإعلام السمعي البصري له أهميته، أنه يتعامل مع حاستين هما السمع والبصر. وكذلك سنجد أن المغرب سيدعم الجزائريين منذ فترات قديمة، أي منذ تعرضهم للوجود العثماني ومنذ تعرضهم للغزو الفرنسي. وإلى جانب ذلك كان هناك دعم للدول الإفريقية الأخرى، وخاصة منها جنوب إفريقيا والدول المستعمرة من طرف البرتغال، وكانت هناك معسكرات في ضواحي مدينة تازة للتدريب والتكوين، وكذلك كان هناك دعم مالي وعسكري لهذه الحركات التحررية، وكان البعض منهم قد أوفوا بوعودهم مثل الكونغو مثلا حينما أتى باتريس لومومبا إلى المغرب، وكذلك دول أخرى. لكن هناك دول أخرى لم توفي بعهودها مثل جيراننا الذين ناصبون العداء منذ ظهور قضية الصحراء المغربية. طلب النقاش مع الطلبة إبقاء فضاء مقدسا بالنسبة لأي مسلم.